ابدا. ما بيشربهاش عشان يتلذذ، لا ده هو اشربها عشان اصبح مدمن، اصبح هنا كلام في دماغه، اصبح كده اخوانا في العصبيه ومتوتر زي بالظبط. اخبرني بربك عن متعه السجاير. متعه السجاير اي متعه؟ فيها متعه يا عمي؟ طب ما بيشربوها ليه يا عم رأ؟ ما بيشربوها ليه طيب؟ عارف ليه؟ لان بدا الدم يغلي، بدا النافوخ هيطير، يروح يسكت يا اخواننا. ده فيها بيقولوا والله العظيم السيجاره الواحده، انا سمعت كده الشيخ احمد الشقير جايبينها في معمل بتاع السجاير في تحليل كده، في معمل صليت مع رسول الله، في السيجاره الواحده فيها 4000 مكون كلها مسرطنه، والله العظيم جايبين ان واضعين فيها وجلال الملك سمفران. ومبيد حشري ومنظف أرضية، أقسم بالله والله العظيم يا أخوي. شوف أنت اللي بتشد فيه ده، بتشد فيها لغاية ما شدتك. أنت ما بتحرقهاش، ده أنت بتحرق. خلاص يا عم رافض عشان تزعلش الناس منينا، صليت مع رسولي بحق الله. الله يا رب ألا تدع مدخن الآن بين يدي إلا كرهته فيها ورزقته الليلة التوبة منها رب العالمين وإقلاع عنها رب. والله حتقدر يا أخوي، والله العظيم حتقدر لله، تركها لله. قول طب وهي يعني مصدع لله، واتعب شوية لله، ونفوخ يطير شوية لله.